بعرض سواحل الناظور والحسيمة سجلت اليوم هزة أرضية بقوة 5.4 على سلم ريشتر. هذه الهزة التي وقعت على الساعة 3:46 أعقبتها هزتان ارتداديتان، الأولى بقوة 4.4 والثانية بقوة 3.9. هزة استشعر قوتها أغلب المواطنين بمدن الدروس والحسيمة والناظور وأجبرت بعضهم على مغادرة البيوت. حوالي الساعة 3:45 أحسست باهتزازي وتحرك الأرض، هزة لم تثر في نفسي مخاوف كثيرة بالنظر إلى أنني قد تعودت على وقوع مثل هذه الهزات مرات عديدة، ونحمد الله على عنايته ولطفه. الحمد لله كل سنة رب العالمين. ربما أن حتى الساكنة تاع المدينة أنها حاولت تتكيف مع هذا عامل الزلازل. بالنسبه لهاد الضربه الاخيره اللي هي 5 فاصله شي حاجه، يعني ما تاركش انتباه كيف ما الضربه الاولى، يعني ربما هذا عامل نفسي ان الساكنه انسجمت مع هاد الزلازل ربما. هذه الهزه التي تاتي بعد اقل من شهر واحد من زلزال 25 يناير الماضي بقوه 6.3 على سلم ريشتر اعاد مجددا هاجس الخوف الى قلوب السكان، وهو ما يطرح سؤال المواكبة والدعم النفسي وتحسيس المواطنين بقواعد السلامة والأمان الواجب اتباعها في حال وقوع كارثة الزلزال. بعد أن رجعت الأمور إلى مجراها الطبيعي عقب زلزال يناير الماضي، أعادت هزة اليوم مسلسل الرعب والخوف لدى السكان. طبعا كان فيه واحد الإحساس بالخوف، السكينة حست بالخوف، حست بالرعب. طبعا اللي كنسجلوا حنا هنا في الناظور هو غياب ديال التوعيه ديال المواطنين وغياب غياب غياب واحد المواكبه بالنسبه لهاد الظواهر هذه خصوصا هاد في مدينه الناظور، وهذه رساله بالنسبه للمسؤولين باش يحاولوا ما امكن يوعيوا الناس يديروا مواكبه وتكون واحد التعبئه. تعبئة تجد مبررها في كون منطقة الريف من المناطق المعرضة للزلازل بسبب وجود عدد من الانكسارات والفوارق والتصدعات بطبقاتها الأرضية. للتذكير فهزة اليوم لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية لألطاف القدر.